وآية الجبار أحفاد طه المصطفى المختار. الله ميزهم وأعلى شانهم فتخلدوا في الأرض كالأقمار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. السلام عليكم أحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة كربلاء الفضائية. نكون وإياكم في هذا البرنامج، برنامج سفن النجاة. أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه المناسبة العطرة. طبعا يوم 17 ربيع الأول يوم ميلاد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ميلاد الإمام الصادق صلوات الله عليه. طبعا ذاك الأسبوع تكلمنا شيء مختصر عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وعن فضل زيارة النبي صلى الله عليه وآله، لكن اليوم أريد نذكر كذلك رواية. قبل ما نذكر رواية، بعض ألقاب الإمام الصادق صلوات الله عليه، وكذلك احنا نعرف أنه الإمام الصادق والده هو الإمام الباقر صلوات الله عليه، وأمه هي فاطمة بنت القاسم ابن محمد بن أبي بكر، وتكنى أم فروة. من ألقاب الإمام الصادق طبعا أكو لقب مشترك، هو تقريبا الألقاب هي أكثرها مشتركة بين الأئمة عليهم السلام، ولكن هذا اللقب المشترك هو بين النبي محمد والإمام الصادق، هو الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لقب النبي محمد وكذلك لقب الإمام الصادق هو الصادق، أبي عبد الله الصادق. وكذلك من ألقابه العاطر والطاهر. احنا يوم من الأيام تكلمنا عن سبب اللقب، ليش نلقب بعض الشخصيات اسم على مسمى، وكذلك اللقب تكون مثلا الإمام الحسن هو الزكي والطاهر، كذلك الإمام الصادق الطاهر والفاضل والعاطر والكافل والمنجي، وكذلك من ألقابه القائم. كذلك احنا عندنا الإمام المهدي صلوات الله عليه وعجل الله تعالى في فرجه الشريف، كذلك هو من ألقابه القائم. هذه ألقاب مشتركة. والآن نذكر فد قصة جدا جميلة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، اللي يجي شخص، هذا الشخص اسمه موسى الزوار العطار، جاء إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فقال له: يا ابن رسول الله. طبعا هذا الزوار الشخص ممكن السام ممكن هيك وممكن لا، لقب الزوار، بس عادة اللي يزور الإمام الحسين عليه السلام يسمى بالزوار، اللي احنا عندنا في روايات من كان زوارا للحسين كذا له من الأجر. زين، هذا الظاهر يكون من زوار الإمام الحسين. هذا موسى الزوار العطار جاء للإمام الصادق صلوات الله عليه فقال له: يا ابن رسول الله، رأيت رؤيا هالتني، شفت فد منام أرعبني، هذا المنام خوفني، رأيت صهرا لي ميتا قد عانقني. زين، وقد خفت أن يكون الأجل قد اقترب. عادة الشخص من يشوف حلم يعانق شخص ميت ممكن يخاف، فيقول خفت أنه أني راح يجي الأجل. شوفوا جواب الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول: يا موسى، توقع الموت صباحا ومساء. الموت جاي، مثل ما نعرف أنه في روايات وكذلك في آية قرآنية يقول: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، في سورة الأعراف. زين، الأجل جاي، فقال له الإمام الصادق: يا موسى، توقع الموت صباحا ومساء. هذه الرسالة طبعا لكل شخص أنه ما يبالي، ما يفكر أنه في يوم من الأيام راح يموت وهو بالتالي لا سامح الله يذنب. فالإمام الصادق دا يوجه رسالة: ترى دير بالك، عندك وقت تستغفر تتقرب إلى الله، اتقرب، لا تقول باشر، ما تدري إن من الباشر عايش أو ميت. فقال له: توقع الموت
صباحا ومساء فإنه ملاقينا، مثل ما ذكرت هذه الآية. وكذلك قال له: ومعانقة الأموات للأحياء أطول لأعمارهم. اللي يشوف حلم أنه الشخص عانقه وذاك الشخص هو ميت، فأعرف أنه هذا أنه ممكن يكون، أو مو ممكن، المام دي يقول ومعانقة الأموات أطول لأعمارهم. زين، فما كان اسم صهرك؟ الإمام سأله قال: زين، هذا صهرك الميت شنو اسمه؟ فقال له أما فقال له فقال له حسين. فقال له الإمام الصادق صلوات الله عليه: أما أن رؤياك تدل على بقائك. زين، مثل ما قلنا أنه هذا ميت يعانق شخص عايش هذا طول العمر، اسمه حسين، اسمعه: وزيارتك أبا عبد الله الحسين عليه السلام، فإن هذه رسالة، كل من عانق سمي الحسين عليه السلام، زين، فإنه يزوره إن شاء الله تعالى. هذه رسالة من الإمام الصادق صلوات الله عليه. زين، احنا نعرف أنه كل شيء له قانون، وكذلك الدعاء له قوانين وإلى آداب. أنه من تريد تدعي لازم تكون مثلا على وضوء، لازم تعرف وين تدعي، في مكان سجادتك مثلا، بقاع اللي الله سبحانه وتعالى يحبها. من أهم البقاع لاستجابة الدعاء مثل ما راح نذكر هذه الرواية، هو تحت قبة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذه الرواية أنه الإمام الصادق صلوات الله عليه في يوم من الأيام تمرض، فأمر من عنده أصحابه، قال لهم: روحوا أجروا لي شخص، انطوا فلوس، خلي دي يروح الكربلة، انطوا فلوس زين نيابة عني، يروح تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام يدعي لي. فبالفعل اتحركوا هذول الأصحاب، راحوا ولقوا واحد، فقالوا له: إحنا الإمام الصادق وصانا نعطيك فلوس وتروح الكربلة وتدعي لنا. فقال له هذا الشخص، قال له: ما يخالف، بس أنا أريد أسألك سؤال، أنه الإمام الحسين عليه السلام مفترض الطاعة، هو إمام وحجة على الخلق، لكن الإمام الصادق كذلك هو مفترض الطاعة وهو حجة على الخلق، بعد ليش أروح أدعي له؟ هو إمام وحجة وكل شيء بيده، هو يقدر يدعي ويشافي، والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاه ويشافي. فقال له، رجعوا طبعا هم الأصحاب، رجعوا عند الإمام الصادق، فقالوا له مثل ما قال لهم هذا الشخص. فقال لهم الإمام الصادق صلوات الله عليه: هو كما يقول، صح مثل ما يقول الإمام الحسين مفترض الطاعة، وكذلك أنا مفترض الطاعة، لكن أما عرف أن لله تعالى بقاعا يستجاب فيها الدعاء، فتلك البقعة اللي هو قبر الحسين وقبة الحسين عليه السلام، فتلك البقعة من تلك البقاع اللي الله سبحانه وتعالى يحبها. فلذلك الإمام الصادق اختار المكان الصح، المكان المناسب لاستجابة الدعاء. مثل ما تعرفون هذه الليلة ليلة الجمعة، وكلنا نعرف ليلة الجمعة هي زيارة الإمام الحسين عليه السلام، المختصة بزيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فاللي يقدر يروح لزيارة الحسين ويدعي تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام، خلي يدعي لأصحاب الحوائج، وإن شاء الله تكون حوائجهم مقضية بإذن الله تعالى. طيب، مثل ما تعرفون آلية البرنامج، قبل ما نبدأ بالمسابقات خلونا نروح فاصل قرآني، نسمع تلاوة عطرة، وبعدها نجي لكم ونرجع لكم وتتصلون بينا ونبدأ بالمسابقة. يا علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سورة النبأ آية 30 إلى نهايتها آية 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا
حدائق وأعناب وكواعب أترابا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم سفن النجاة سفن النجاة.
أهلا بكم أحبة المشاهدين مرة أخرى في هذا البرنامج سفن النجاة. طبعا مثل ما تعرفون عندنا مسابقات ثلاثة، أول واحد مسابقة سؤال أسبوعي، وكذلك مسابقة المباشر ومسابقة السرعة. أما الآن خلي نشوف السؤال الأسبوعي وبعدها نبدأ نأخذ اتصالاتكم. السؤال الأسبوعي خلي نشوف على الشاشة. السؤال يقول: في أي سورة قرآنية ذكر اسم قابيل وهابيل بشكل صريح؟ للمشاركة إرسال رسالة نصية تحتوي على الإجابة واسم المتسابق والمحافظة إلى الرقم التالي 0743589999. اللي يعرف الإجابة إن شاء الله يرسل الإجابة إلى هذا الرقم الموجود إن شاء الله أسفل الشاشة. طيب الآن عندنا مسابقة السرعة. مسابقة السرعة نأخذ اتصالياً ونخلي آيتين قرآنية لكل شخص، اللي يقرأ الآية أسرع، طبعاً الآية غير منقطة ولا محركة، اللي يقرأها أسرع هو اللي راح يكون فائز ويانا، والهدية إن شاء الله يكون من العتبة الحسينية، هو مرمر من العتبة من عتبة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. أول متصل محمد من البصرة. السلام عليكم أبو جاسم. الله يسلمك أستاذ، شلون صحتك؟ اهلا وسهلا، اسعد الله ايامنا وايامك بميلاد الامام الصادق وميلاد النبي الاعظم محمد الصادق. احسنت، شلونك حبيبي؟ زين ان شاء الله. حمدك الله. اول مره تشارك لو مشارك؟ لا مشارك يوميه. يوميه، احنا مو يوميه، كل اسبوع. كل اسبوع هو يعني. اهلا وسهلا بك، الشاقه وياك. زين محمد، راح نشوف اتصال ثاني وبعدها نبدا وياك ونخلي الايه لك. زين حبيبي الغالي، يلا خليك ويانا، خلينا نشوف المتصل الثاني منه ان شاء الله. محمد من بغداد. طبعا هذاك الاسبوع كذلك يمكن هم محمد ومحمد شاركونا، هم من البصره ومن بغداد، بس ما ادري متفقين علينا او لا. اهلا وسهلا، السلام عليكم. اسعد الله ايامنا وايامكم، وكل عام وانتم بالف خير ان شاء الله. ان شاء الله تحت رايه محمد وآل محمد. يا الله لنا ولكم ان شاء الله الجمعه مباركه علينا وعليكم ان شاء الله. الله يسلمكم ان شاء الله، ليله مباركه ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. الله يخليك. انت اول مره تتصل لو متصل بينا؟ لا مشارك ان شاء الله. مشارك، زين احنا راح نخلي ايه قرانيه لمحمد من البصره وبعدها لك، وخلينا نشوف يا محمد يفوز. زين يلا اهلا وسهلا محمد. نعم ابو جاسم، يلا خليك على الشاشه ان شاء الله. شوف الشاشه ان شاء الله، راح نخلي لك الايه القرانيه خلال ثواني، لازم تقرأنا هذه الايه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زين تكذبوا بالحق لما جاءوا فسوف يتم أسوأ ما كانوا به يستهزئون. لا دقيقة، هاي مو أسوأ، شوية ركز، لازم تركز. ما كانوا به يستهزئون، تأتيهم مو أسوأ، فسوف تأتيهم أن انباء ما كانوا فيه يستهزئون. احسنت احسنت، لان هذه الايه لازم تقرا عدل، خلنا نقراها سويه. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. طبعا جاوبته خلال 18 ثانيه او 15، طبعا هنا 13 مكتوب بس انت تاخرت. زين يلا، مو مشكلة مو مشكلة، 13 هاي هدية باسم الإمام الصادق. خلي نشوف محمد من بغداد خلال كم ثانية يجاوبنا. يلا محمد ويانا. نعم وياك إن شاء الله. يلا بسم الله الرحمن. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، صدق الله العلي العظيم. أحسنت، خلال 10 ثواني، وبالتالي محمد من بغداد قرأت لنا الآية 10 ثواني وفزت إن شاء الله. ومحمد من البصرة ما شاء الله بعد، أكيد محمد من البصرة فايز ويانا، من ويانا لو لا قطع الاتصال مو مشكلة، المهم إن شاء الله الله يوفقه وبالاتصالات الجاية إن شاء الله يخابرنا ويفوز إن شاء الله. شكرا لكم ولاتصالكم. زين خلي نشوف المتصل الثالث من هو يكون. عندنا اتصال حسن من واسط. نعم السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. نعم. شلونك حبيبي حسن؟ أسعد الله أيامنا وأيامكم. أسعد الله أيامك. نهني مولانا صاحب العصر والزمان. الله تعالى فرجه الشريف. سيدنا ورسول الله الكريم محمد صلوات الله عليه والإمام الصادق صادق القول والفعل. صلوات الله عليه. أحسنت حبيبي حسن. حسن أول مرة تتصل ويانا لو لا؟ نعم أول مرة. نعم أول مرة. تعرف الآلية؟ نعم. زين إحنا راح نأخذ اتصال ثاني. نعم. زين و... ونشوف منو يقدر يجا إن شاء الله. القرآن زين إن شاء الله. زين ما دام تقرأ قرآن فبعد سهل عليك. بسم الله. يلا خلينا نشوف المتصل الثاني منو. زينب من الحلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أسعد الله أيامنا وأيامكم وكل عام وأنتم بألف خير. وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. ونحن وإياكم نحيا حياة كريمة في ظل نهج محمد وجعفر الصادق صلوات ربي وسلامه عليه. إن شاء الله. أحسنتم أحسنتم. طيب زينب أول مرة تتصلين بنا؟ والله متصلة بكم والله بس فترات سابقة حتى فايزة وياكم ومهما أخذ الجواب صراحة. يعني أول مرة صار الفرصة؟ لا مو أول مرة يعني حتى بالكورونا وقبل الكورونا زمان يعني والعام برمضان فايزة ويانا لا لا والله فايزة بس ما أخذ الجواز يعني ما أخذ. إن شاء الله إن شاء الله تجين وتأخذين. زين والله إحنا راح نخلي أول آية نخليها الحسن وبعدها لكم. نعم يلا خلي حسن ويانته ان شاء الله. نعم يلا دقق على الشاشه ان شاء الله حبيبي على ما تقران الايه خلال ان شاء الله ان شاء الله. بس قبل ما تقران الايه نصينا نعم. صوت التلفزيون على مود لا يصير اكو خلل. يلا نعم يلا حسن نص صوت التلفزيون. نعم يلا راح نخلي لك الايه على الشاشه وشوفها وقرانا اياها ان شاء الله. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يختارون. أحسنت خلال 10 ثواني. طبعاً كان عندك خطأ بسيط بس زين قرأتها. خلنا نقرأ الآية الصحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبوا يتقلت كذبوا. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون. هذه الآية همات سهلة وانت همات بعد تقرأ خلال 10 ثواني جاوبتنا. زين خلينا نشوف أختنا زينب من الحلة خلال كم ثانية تقدر تجاوب على الآية اللي راح نخليها. زين أختنا زينب موجودة إن شاء الله معاكم. يلا نخلي الآية خلال دقائق ثواني. هذه الآية موجودة على الشاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأفضل ذكري بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أحسنتم إلا أمم أمثالكم. نعم أمثالكم. أحسنتم أحسنتم. طبعا خلال 14 ثانية وأخونا حسن خلال 10 ثواني فلذلك نقول الفائز لأخونا حسن وإن شاء الله يكون لكم فرصة ثانية وثالثة تخابرونا. شكرا شكرا لكم. زين هسه نحول للمسابقات المباشر ونستقبل اتصالات. خلينا نشوف منو راح يقدر يفوز ويانا بالمجموعة الأولى. الاتصال الأول. زين خلينا نشوف منو المتصل. طيب المتصل الأول عندنا اتصال. نبأ من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اسعد الله ايامنا وايامكم ان شاء الله. كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله. وانتم بالف خير ان شاء الله. الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله. السلام عليكم ان شاء الله. الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله. اخوتنا نبأ اول مره تتصلون بنا؟ اي ذلي احنا متابعيكم بس اول مره نتصل. اهلا وسهلا بكم ان شاء الله دائما تتصلون وتحصلون ان شاء الله. شكرا كثيرا. الله يخليك. ما دام اول مره ان شاء الله احنا راح نقدر نساعدكم لمره واحده. احنا راح نسالكم 3 اسئله. زين بلي ان شاء الله لمره واحده ان شاء الله نساعدكم والباقي عليكم ان شاء الله. يلا خلينا نبدا بالسؤال الاول. نعم بسم الله الرحمن. السؤال الاول. السؤال الاول يقول ما معنى حوبا كبيرا
في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. زين شنو الخيارات؟ خلي نشوف الخيارات. حوبا كبيرا هل هو ذنبا كثيرا أو سرقة كبيرة أو تصرف خاطئ؟ الاختيار الأول ذنبا كبيرا. الاختيار الأول بتأكد من الإجابة إن شاء الله؟ إن شاء الله. زين شنو الدليل اللي اختارتي ذنبا كثيرا؟ يعني كبيرة على معنى الآية. على معنى الآية، الإجابة صحيحة، أحسنتم. إن شاء الله، شكرا جزيلا. الإجابة صحيحة، زين. خلينا نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: من المتكلم في هذه الآية المباركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من المتكلم؟ هل المتكلم هم الجن أو أنبياء بني إسرائيل أو الملائكة؟ الملائكة إن شاء الله. الملائكة. الإجابة صحيحة أو خطأ؟ متأكدة؟ إن شاء الله صحيحة. زين تعرفين الآية اللي قبلها؟ لا والله ما تحضرني. زين الإجابة صحيحة. خلينا نقرأ الآية اللي قبلها على مود توضح المعنى. الآية قبلها بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا. زين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. زين خلينا نشوف السؤال الثالث. الثالث إلى هنا الإجابات جيدة، شكرا لكم. عفوا. زين ضربت وأحرقت الكعبة بالمنجنيق وهدم جدارها بأمر من يزيد بن معاوية. نعم. اللي هو سبب الخراب وسبب قتل الإمام الحسين عليه السلام. يا سنة صارت هذه الحادثة؟ هل سنة 61 للهجرة أو 66 أو 64؟ المفروض سنة 61 للهجرة. المفروض. وإذا ما مفروض يعني ما أعرف، باعتبار أنه هي حضرتك تقول سبب قتل الإمام الحسين باعتبار أنه هو نفس السنة اللي توفى بيها. لا أنا قلتها بس يعني مو دليل. ما صراحة ما متأكدة من الأرقام. ما يعني. متأكدة. زين هو مو الأول. مو الأول، يبقى الثاني أو الثالث. إن شاء الله نقول 64 للهجرة. 64 للهجرة. إجابة صحيحة، أحسنتم. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. الإجابة صحيحة، شكرا لكم وشكرا لاتصالكم. أحسنتم. شكرا لكم. أحسنتم. شكرا لكم. زين خلينا نشوف المتصل الرابع. علي من صلاح الدين. السلام عليكم. السلام عليكم حبيبي علاوي. الله يسلمك، مساكم الله بالخير والعافية والبركة. علي ابو من؟ انا علي ابو حسين. ابو حسين اهلا وسهلا. متزوج يعني مو حسين ابنك؟ لا والله هاي الكنية ان شاء الله. بس ها الكنية ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بالسلام. الله يحفظك، اسعد الله ايامك وايامنا. الله يبارك. زين علي ليش ما جاي الكربلاء اليوم ليله الجمعه؟ والله انا يوم امس كنت زياره امير المؤمنين عليه السلام. هنيئا لك. الله يوفقك. الله يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله احنا زيارات ان شاء الله منك ان شاء الله. زين انت كل ايش قد تجي للزياره؟ يعني كل شهر او كل اسبوع؟ والله يعني انا اتمنى طبعا كل يوم اكون بالزياره، بس انت تعرف يعني مشاغل الحياه. اي صح. زين مع ذلك مشاغل احنا لازم نهتم امامنا هذا، بس بشكل عام اريد يعني اعرف على مود الكل يتعلم اذا دائما تجي، واذا مو دائما على مود اقول لك روايه اللي لازم دائما تجي. والله احنا يعني زياره قلت لك يعني تسرب دمانا طبعا، فان شاء الله ما نتركها. ان شاء الله. طبعا احنا عندنا روايات انه الامام يوصي اذا قريب عليه دائما زوره. اكو مرات في روايات انه باليوم 5 مرات حتى لو من بعيد السلام عليك يا مولاي يا ابا عبد الله. السلام عليك يا ابا عبد الله. وفي رواية أنه إحنا عدنا للغني مثلاً بالسنة فد 4-5 مرات يجي، للفقير بالسنة مرة أو بالسنتين مرة، الفقير اللي كل ما عدى يعني. بس الحمد لله إحنا متمكنين، بس الحياة شوية شاغلتنا. زين الله يوفقك إن شاء الله. زين الله يبارك فيك علي. خلي أنت أول مرة تتصل بينا؟ لا أنا أتصل عدة مرات. فايز ويانا؟ فايز إن شاء الله الحمد لله. يلا إن شاء الله هالمرة ما تفوز. خلي نشوف السؤال الأول. السؤال الأول يقول: ما معنى صعيدا طيبا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا؟ هل
معناه صعيدا طيبا، تراب باطن الأرض أو التراب المرتفع من الأرض أو الرمل والتراب الطاهر. والله أتصور الاختيار الثالث. شوف هو شوي يحتاج تركيز، أنا أقدر مرة واحدة أساعدك، تريد بهذا السؤال أو تريدك السؤال الثاني والثالث، بس هو يحتاج تركيز. صعيدا شنو معناته؟ صعيدا المرتفع. زين حلو، أفهم السؤال نصف الجواب، المرتفع شنو الجواب راح يكون؟ يعني الخيار الثاني إن شاء الله. خيار ثاني شنو هو؟ التراب المرتفع. التراب أحسنت، صعيدا طيبة، ما دام عرفت كلمة صعيد فالإجابة صحيحة. جزاك الله خير. أحسنت أحسنت، الإجابة صحيحة. زين خلينا نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: من المخاطب في هذه الآية الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هو المخاطب؟ زين ما شاء الله سبقتني الخيارات ولا قلت لك يعني ولا شفت الموم. الله يرحمك. حلو، متأكد من الإجابة؟ شو الإجابة صحيحة. أحسنت، آدم وحواء عليهم السلام على نبينا. أحسنت أحسنت أحسنت، عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. طيب بقى لك سؤال واحد وإن شاء الله تجاوب وتفوز وتيجي تأخذ هداياك إن شاء الله. السؤال الأخير، السؤال الأخير يقول: ولد الإمام الصادق صلوات الله عليه جعفر بن محمد الصادق سنة 83 للهجرة. زين قلنا إحنا بداية الحلقة أمه السيدة الجليلة من هي؟ فاطمة بنت القاسم عليه السلام. زين فاطمة بنت القاسم أم فروة. زين هذه فاطمة بنت قاسم، أي قاسم؟ هل هو القاسم ابن عثمان بن عفان أو القاسم ابن مالك الأشتر أو قاسم ابن محمد بن أبي بكر؟ هي أتصور الخيار الثاني. الثاني؟ إيه. إيش عجب اختارت الثاني؟ والله ما أعرف يعني. يعني لا مو ثاني. يعني الخيار الثالث إن شاء الله. الخيار الثالث. ما عندي معلومة أكون أكثر صراحة صريح. زين أنت حلو اختارت الخيار الثالث مو؟ لا الله شاء. الإجابة صحيحة. قاسم ابن محمد ابن أبي بكر. أحسنت الإجابة. وشكرا لك ولاتصالك حبيبي. الله خير موفقين إن شاء الله. علي أهلا وسهلا أبو حسين. نسألكم الدعاء في أمان الله. زين عندنا اتصال آخر. هاشم من البصرة. أهلا وسهلا حبيبي. حياكم الله. الله يحفظك. شلونك عمي؟ الله يحفظكم طال عمرك. أسعد الله أيامنا وأيامكم. الله أيامكم إن شاء الله. الله يتقبل أعمالنا وأعمالكم. الله يرحم ماديك. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمك. إن شاء الله سالمين. الله يحفظك. أول مرة تتصل بينا؟ أي والله أول مرة. إيه مو هذا الاسم قليل مر علي فلذلك سألتك. زين هاشم أبو من؟ هاشم أبو محسن. أبو محسن أهلا وسهلا أبو محسن. خلينا نبدأ بالسؤال الأول أبو محسن. حياكم الله إن شاء الله. السؤال الأول يقول: ما معنى جرزة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزة؟ شنو معناته؟ هل معنى كلمة جرزة المد والجزر أو الشيء المنقطع من أصله أو النعم والنعم الكثيرة مو أو النعم والكثرة؟ صعيدا جرزة. نعم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزة. الاختيارات بلا زحمة. الأول المد والجزر، الثاني الشيء المنقطع من أصله، الثالث النعم. طبعا الخيار الثالث. الخيار الثالث؟ نعم. أنا أقدر أساعدك، تريد بهذا السؤال أساعدك لو تريد بالسؤال الثاني أو الثالث؟ لا بهذا السؤال. بهذا السؤال هو مو الثالث. شوف احنا المتصل اللي قبله احنا قلنا صعيدا شنو؟ صعيدا المكان المرتفع. زين ف مو النعم. زين بين المد والجزر والشيء المنقطع من اصله. المد والجزر لا بعيدة اعتقد.
الشيء المنقطع من أصله. وصلت، أحسنت الإجابة، الإجابة صحيحة. وأنتم من المحسنين. الله الشيء يحب. المنقطع من أصله. زين، خلينا نشوف ويا السؤال الثالث. هو الشيء المنقطع أو المستأصل. نعم. السؤال الثاني يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. من هؤلاء؟ هل هم الحواريون أو أهل البيت عليهم السلام أو أهل الكهف؟ كهف. أصحاب الكهف. أصحاب الكهف، إجابة واضحة صحيحة، أحسنت. نعم. الإجابة. وأنتم للمحسنين. أحسنت أحسنت، لأن هذه الآية همات وين موجودة؟ في أي سورة؟ في سورة الآية. هي سورة الكهف. الكهف، أحسنت. نعم. زين، خلي نقرأ السوية السؤال الثالث. نعم. السؤال الثالث يقول: ما هو أبرز ما يرشد إليه هذا الحديث؟ هذا الحديث المروي عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، كلش حديث مهم. يقول الإمام: بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين. زين؟ نعم. يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا. نعم. إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله. الإمام الصادق الإمام الباقر صلوات الله عليه في هذه الرواية المنو ديذم؟ هل ديذم المتملق أو يذم الكذاب أو المنافق؟ طبعا هذا يذم المنافق، لأن المنافق ذو وجهين. حلو، فإذن ذم المنافق. أحسنت الإجابة، ذم المنافق، لأن احنا عندنا المنافق هو كذاب، هو متملق، وهو منافق، كل الصفات. نعم، المحلوة تلقاها بالمنافق. أحسنت، القبيحة موجودة بالمنافق. أحسنت 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 حبيبي أستاذنا هاشم، شكرا أبو محسن. الله يحفظك ويحفظكم إن شاء الله. أهلا وسهلا، شكرا لك ولاتصالك. حياكم الله. زين، خلينا نشوف المتصل الخامس. محمود من البصرة. نعم استاذ، السلام عليكم. من البصرة، السلام عليكم، أهلا وسهلا. أهل البصرة منورين، منورين اليوم. أهلا وسهلا بك محمود. محمود أول مرة تتصل بينا؟ نعم أول مرة. أهلا وسهلا. زين، احنا راح نبدأ وياك بثلاث أسئلة، وإن شاء الله أقدر أساعدك بإجابة واحدة. جزاك الله خير، الله يحفظك. يلا يلا، خلينا نشوف الأسئلة الموجودة. السؤال الأول يقول: ما معنى غير ممنون في قوله تعالى، هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، فلهم أجر غير ممنون؟ هاي قبل ما نبدأ بالخيارات، أي سورة موجودة؟ هود. لا 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 لا، في أي سورة؟ فلهم أجر غير ممنون، سورة قصيرة هي. هاي طبعا السؤال خارج الأسئلة، ما محسوب عليك. والله استاذ يعني ما موجودة في سورة التين. زين. نعم. اي يلا خلنا نبدأ. مو لو لا في سورة التين بعد. يلا خلنا نبدأ. زين، هاي غير ممنون شنو معناتها؟ هل معناتها غير مقطوع، او بغير منة عليهم، او غير معروف؟ غير مقطوع. شنو الدليل؟ يعني ما هو الدليل؟ يعني أجر غير مقطوع، يعني مستمر. حلو، جميل جميل. نعم. الإجابة صحيحة حبيبي. سنت، غير ممنون، غير مقطوع، يعني مو بغير منه أو غير. زين، خلينا نشوف السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني السؤال الثاني يقول: مقصد الآية المباركة في قوله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، فلما رآها تهتز كأنها جان. شنو مقصد الآية؟ هو عصا النبي موسى عليه السلام، أو أفعى سحرة فرعون، أو شجرة الزقوم؟ أستاذ موسى عدتك هنا. لا أو شوف، أو لا ما يحتاج أستاذ موسى، ما يحتاج. هي شوف، فهم السؤال كأنه يعني عصا النبي موسى. أحسنت الإجابة، شوف عاد ليش. نعم. مساعد أنت ما شاء الله. نعم. تعرف. نعم. ما دام تقرأ القرآن
زين تعرف احسنت الاجابه الاجابه صحيحه احسنت يلا بقى هذا السؤال همات هذا ممكن سهل ممكن صعب ما اعرف ان شاء الله ان شاء الله سؤال بركه الله يحفظك ويسلمك ان شاء الله حبيبي محمود لمن هذه الابيات الابيات شنو الابيات بسم الله الرحمن الرحيم يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له اللهم صل على محمد وآل محمد من هو هذا القائل؟ هل هو محمد بن إدريس الشافعي أو همام الفرزدق أو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني؟ الثاني يعني ممكن محمد بن إدريس بس مساعدتك استاذي اذا لا يعني انا راح اقول لك مو احمد بن حنبل انت يعني قريب يعني هو مو احمد بن حنبل صح صح لا انت الجواب الاول صح صح اي نعم بس شويه تخوفك احسنت الاجابه حبيبي شكرا لك وشكرا لاتصالك حبيبي اهلا وسهلا يلا خلينا نشوف السؤال الاسبوعي نذكركم بيها بعدها نشوف عندنا وقت ناخذ اتصال ثاني السؤال يقول في اي سوره قرانيه ذكر اسم قابيل وهابيل بشكل صريح للمشاركة إرسال رسالة نصية تحتوي على الإجابة واسم المتسابق والمحافظة إلى الرقم التالي 0743589999959 بالنهاية زين زين خلينا نشوف المتصل الجاي ضياء فلاح من بغداد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام مباركين ذكرى أهلا وسهلا الله يسلمك الرسول المصطفى والإمام الصادق عليهم أفضل الصلوات أحسنت أسعد الله أيامنا وأيامكم إن شاء الله الله يرزقنا إن شاء الله نروح للمدينة نزور النبي وكذلك نزور البقيع الإمام الصادق صلوات الله عليه أحسنت اللهم آمين زين خلينا نشوف صلاح طبعا أنت أول مرة تشاركنا صح؟ لا مشارك سابقا قبل شهور قديم يعني قديم اهلا وسهلا بك زين خلينا نشوف المتسابق اللي وياك من هو وبعدها نبدا وياك بالسؤال زين يلا خلينا نشوف المتسابق الجاي من هو المتصل من هو كوثر من كربلاء السلام عليكم اهلا وسهلا اخوتنا كوثر السلام عليكم اهلا وسهلا اسعد الله ايامنا وايامكم الله يتقبل اعمالنا واعمالكم منا ومنكم ان شاء الله الله يسلمكم اول مره تتصلون بينا متصله بس كل شهور قديمه زين نفس فلاح يلا خلي طيب احنا راح نخلي الايه القرانيه اخونا فلاح وبعدها نبدا وياكم ان شاء الله خليك ويانا خلي نشوف الايه القرانيه الاولى لاخونا فلاح من بغداد فلاح ويانا؟ ايه تفضل يلا تفضل خلنا نبدا بالايه اي نعم وياك تفضلوا للايه يلا الايه موجوده على الشاشه بسم الله الرحمن الرحيم ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون احسنت خلال 12 ثانيه خلنا نقرا الايه كامله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون زين هذه موجودة في سورة يونس أحسنت أخونا فلاح خلال 12 ثانية قرأت لنا الآية زين خلينا نشوف أختنا كوثر من كربلاء كوثر ويانا بس إذا ممكن صوت التلفزيون نصي ماما نفس التلفزيون يلا راح نبدأ بالآية يلا راح نبدأ بالآية
خلينا نشوف الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لتنظر كيف تعمل لننظر كيف تعملون. أحسنتم. خلال 11 ثانية. طبعا أكو فرق بين أخونا فلاح وكوثر، ثانية واحدة، أختنا كوثر هي اللي فازت ويانا. شكرا ريتش، شكرا لاتصالكم. خلنا نقرأ الآية. أنا قبل أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هذه الآية موجودة كذلك في سورة يونس آية 14. زين، عندنا وقت ناخذ اتصال لو ما عندنا. مخرجنا العزيز، زين، اسماء الفازين. طبعا اسماء الفازين انا مو ببالي، انتو كاتبيهم؟ زين، خلينا نشوف الفائزين لهذه الحلقة. اول فائز، اول واحد محمد قاسم، اول متصل من البصرة، من بغداد. محمد عبد الكاظم من بغداد هو اللي فاز ويانا، وكذلك حسن محمد من واسط، وكذلك نبأ من كربلاء، وعلي علي ستار من صلاح الدين، وكذلك هاشم همات فاز من البصرة، والفائز الآخر كوثر من البصرة، ومحمود من البصرة همات فاز ويانا. شكرا لكم وشكرا لاتصالكم. طبعا هذه الليلة مثل ما نعرف ليلة الجمعة وليلة زيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فلازم نهتم في هذه الليلة ودائما نحشد في زيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ومثل ما احنا تقريبا كل أسبوع نقرأ لكم بعض الروايات في فضل زيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، في رواية الإمام الصادق يقول: من زار الحسين عليه السلام عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه. وفي روايات أخرى اللي مثلا: من زار الحسين كان كمن زار رسول الله، من زار الحسين كان كمن زار فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فزيارة الحسين عليه السلام هي اللي تقربنا إلى الله عليه أفضل سبحان الله تعالى، وكذلك إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. فإن شاء الله الله يرزقكم دائما زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ودائما نكون في باب الحسين ومع محمد وآل محمد، وإن شاء الله يرزقنا مثل هذه الأيام إن شاء الله، أو بعد أيام جاية مثل أيام شهر رجب زيارة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، وكذلك قبور الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، ونزورهم ونروح عمره، وبعدها مات ذي الحجة نروح للحج إن شاء الله إذا الله رزقنا. بس أهم شيء نروح عمره ونزور أهل البيت، وراهم مات نروح للحج، نتمهد نمهد الطريق. ومثل ما نعرف أنه زياراتنا أهل البيت عليهم السلام لازم نخليها تقرب إلى الله، وكذلك إلى إمامنا الغائب الإمام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى في فرجه الشريف. ومثل ما نعرف هو الإمام الموجود الحي اللي لازم يكون عندنا بيننا وبينه فد وصل. فأهل البيت عليهم السلام مزاراتهم من نزورهم يكون لنا تقرب إلى الله، من نزور الإمام نزور زيارة آل ياسين، نزور زيارة الإمام صاحب الزمان، على مود يكون عندنا تقرب مع الإمام، صلة مع الإمام صاحب الأمر والزمان. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، ونختم بدعاء الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في أمان الله وحفظه يا علي. ابتداء الخلق حلق نورهم ب
بالعرش ينهل من سنى القهار هم آية القرآن في عجازه نصر الإله بصولة الإيثار سفن النجاح.